مرض السكري حاليا يعتبر من يعني من الامراض اللي بتنتشر بسرعه جدا، خصوصا في مجتمعاتنا الشرقيه اصبحت درجه انتشار كبيره جدا جدا، ويعني كانت الناس المصابين بمرض السكري كانوا قليلين في الماضي، الارقام تزيد، وصلنا حاليا حوالي 320 مليون، متوقع في خلال ال 10-15 سنه الجايين ان هم هيعدوا ال 500 مليون على مستوى العالم. وطبعا ده بيستدعي مننا طبعا نظرا لان مرض السكري المشكله الكبيره بتاعته ان هو بيأثر، له مضاعفات كبيره جدا على الاوعيه الدمويه وعلى الاعضاء المختلفه مثل العينين والكلى والاعصاب، وطبعا القلب والاعصاب والمخ. فاصبح لزاما علينا ان احنا لابد ان احنا ناخد بالنا من التعامل مع المريض، ولابد ان احنا نصل للمريض او المريض يكتشف المرض بتاعه قبل ما تبان الاعراض بتاعته، لان وانس الاعراض بتطلع اعراض المرض بتبان عليه بيبقى الامور تقدمت. فكتير جدا بنشوف المرضى بيجولنا وهو جاي بمضاعفات مرض السكر، فعشان كده لابد ان احنا نعمل متابعه للمرضى وغير المرضى. اي واحد وزنه كبير، اي واحد وزنه عدى 45 سنه، اي حد عنده في العائله حد مصاب بمرض السكري، اي واحده كانت حامل وخلفت عيل او طفل اكثر من 4 كيلو او جالها سكري اثناء الحمل اللي هو سكر الحمل، كل دول لابد ان احنا نعمل لهم متابعه بعد كده، لان نسبة كبيرة منهم ممكن تطلع نكتشف المرض السكر بدري، وكل ما نكتشف المرض بدري طبعا كل ما احنا نقدر نتعامل معاه ونبعد عن المضاعفات بتاعت المرض. طبعا مضاعفات المرض اساسا كلها لها علاقة بالاوعية الدموية، سواء الاوعية الدموية الموجودة في الكلى، في العينين، في الاعصاب، في الجسم عموما، وزي في القدمين. كل الحاجات دي هي ممكن احنا نتجنبها لو ان احنا تعاملنا مع المرض في المرحله الاولى للمرض. العلاج المرض السكري علاج سهل وبسيط جدا لو الناس فهمت يعني ايه مرض السكري، وعرفت ان اساسا مرض السكري مش عباره عن الواحد ممكن يعطش ويشرب ميه كتير وياكل كتير ويخس والحاجات دي كلها، لان دي بتبقى مرحله متقدمه من المرض او بتبقى في اعراض فقط بتبان في النوع المرض اللي هو من النوع الاول. احنا عارفين السكري فيه اساسا نوعين اساسيين اللي هو السكري من النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول اللي اساسا بيجي في الاطفال اللي هو بيبقى البنكرياس يعني يا اما انتهى تماما، ما عادش فيه خلايا بيتا شغاله، وبالتالي ما فيش انسولين، وبالتالي هنا بتبقى الاعراض واضحه جدا في الاطفال دول، وممكن يقولنا حتى في غيبوبه سكريه من ارتفاع السكر. انما الامور بتختلف في الكبار، ممكن بدون اي اعراض بنلاقي المرض السكري موجود، وبنلاقيه كتير قوي في لما يكون مريض راح يعمل عمليه والدكتور بيطلب منه قبل العمليه ان هو يحلل تحاليل روتينيه، يبص يلاقي السكر بتاعه مرتفع ويجي لنا بسكر مرتفع جدا ويقول لي انا ما عنديش اي اعراض. وهنا في الحالات ده هي بنقول له لا، السكري ما هوش اعراض، السكري ان احنا لابد ان احنا نتابع مرض نتابع التحاليل بتاعت السكر. وطبعا عشان نشخص مرض السكر يعني في عندنا مراحل كتيره. المرحله الاولى اللي هي مرحله ما قبل السكري اللي هو يعني لو واحد السكر بتاعه الصيم بتاعه اقل من 100 والسكر الفاطر اقل من 140 والسكر التراكمي اقل من 5.6، ده معناه ان هو ما عندوش سكر خالص. عشان يبقى عنده سكر يبقى الصايم عندي فوق ال 126، السكر الفاطر بيكون فوق ال 200 والسكر التراكمي اكثر من 6.5. اللي ما بين الاثنين دول بنسميهم اللي هو مرحله ما قبل السكري، ودي مرحله مهمه جدا ان احنا لازم ناخد بالنا من طريقه الاكل بتاعتنا، وزي ما قلنا اللي هي طريقه الحياه بتاعت المريض اللي هي الوزن بتاعه لازم يقل، الاكل بتاعه لازم يتغير، الحاجه الثالثه اللي هو لازم يزود الحركه بتاعته. فالمرحله دي مهمه جدا، ان الخطوه اللي بعد كده ان احنا بندي العلاج بتاع مرض السكري، والعلاج بقى طبعا بيبقى بتاع المرض بيبقى موجود عند الطبيب بتاعه، ونتمنى ان كل واحد يشيك على نفسه
في خصوصا اللي بيتطبق عليهم الوصف اللي احنا قلناه دول عشان نبتدي العلاج بدري او نبتدي التعليمات بتاعتنا تبقى تتنفذ بدري، وبالتالي نتجنب المضاعفات الخطيره اللي احنا قلنا عليها. شكرا.